ميخزني صيفي يوصل علي حوحو موجود عند تسلل يطرف حوحو يوصل علي مشري بشير مشري سريع جدا يخرج مدير ولد مشري قرون ضرب الجزاء الحكم يصفر ضرب الجزاء ما نضرش باللي كاين كرة فاتت مشري بشير مبروك حب يلعب الكرة ما ظنش بانه لمس المشري فعلا حفيظ اعتقد انه ضربة الجزاء كانت قاسية نوعا ما وهذا الهدف راح يأثر أكثر على معنويات فريق شباب الوزراء نحاول نقترب ما دامنا نتحدث عن المعنويات نقترب من جورمان لأنه كان أثار هذه النقطة حول الجانب البسيكولوجي والمعنويات هل هذا راح يزيد تأثيرا على عناصره؟ طيب سي جورمان أعتقد انه هذا الهدف هذا ضربة الجزاء قاسية نوعا ما ولكن هذا الشيء راح يأثر على معنويات فريق شباب الوزراء. فازلي على عمرك راك تشوف شو هنا يفوت بيت يطيح. شو اسمع راك تشوف لا تيري هنا يزيد يروح هنا ورجع. شو اسمع ويزيد لهنا فا يخرج. اسك لانتونسيون وفار لانتونسيون كيخرج اسك باش يلعب البالون ولا حاجه عاد اخرى. حنا ماشي اثر علينا البيت ما اثر علينا البيت من الاول ولا قلقنا. اللي فاز مي زابيت نهضر من اليوم ما كنتش ونجي لا تيري جاي ورا. رد الفعل شباب الزود في الدقائق لا لا هكذا ديجا قلت لك الشوط الاول الدراري تقلقوا وجيتي اكسيتي هذه ديسيزيون تاع ضربة الجزاء نعم شكرا سيد جورمان ضربة الجزاء الدقيقة 17 من الشوط الثاني صيفي في تنفيذ ضربة الجزاء لصالح المولودية صيفي ومبروك وصيفي ضيع يضيع صيفي مبروك ينقذ الموقف ويؤكد بان ضربه الجزاء ما كانتش منطقيه بالنسبه لي رد اعتبار على كل حال هذا تضييع ضربه الجزاء راح يعطي نفس كبير لفريق المولوديه في وقت من كان تسجيل هدف ثاني راح يقضي على فريق شباب الوزداد هنا صد مبروك لضربه الجزاء هذه راح يكون بمثابه دافع جديد لفريق شباب في محاولة لتعديل النتيجة